بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في كتاب الجهاد في الترغيب في الرباط في سبيل الله عز وجل عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر وغدي عليه برزقه وريح من الجنة ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. رواه الطبراني ورواته ثقات. ذكرنا أن الرباط هو الحراسة، حراسة ثغور المسلمين والمرابطة فيها حتى لا يتجرأ عليها العدو. رباط شهر خير من صيام دهر، يعني مدة طويلة، أو الدهر يطلق على السنة. ومن مات مرابطا في سبيل الله، يعني أثناء المرابطة مات، إما موتا طبيعيا حتف أنفي، أو أنه قتل مثلا لهجوم العدو أو غير ذلك، أمن من الفزع الأكبر أي يوم القيامة، وغدي عليه برزقه وريح، الغدو أول النهار والرواح آخر النهار، فيغدى عليه، يؤتى له برزق في أول النهار من الجنة، ويراح عليه، يؤتى برزق آخر النهار برزق من الجنة، يراح عليه برزق من الجنة، يؤتى برزق من الجنة آخر النهار، ويظل يأخذ الثواب حتى بعد موته، يجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. وذلك لأن حفظ ثغور المسلمين وحفظ بلاد المسلمين ترتب عليه إسلام الأجيال القادمة الآتية، فيظل يأخذ هذا الأجر العظيم إلى يوم القيامة. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل من صيام أو صلاة أو صدقة أو مرابطة، فإن ذلك من العمل الصالح. يظل ليس فقط أجر المرابطة، بل الأعمال الصالحة التي يعملها من العبادات، أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان. قلنا أجري عليه رزقه يعني يؤتى في برزخه برزق من الجنة، لها يعني غدوا ورواحا أول النهار وآخر النهار، وأمن من الفتان، فتان القبر، فإنه يأمن من هذه الفتنة ويثبته الله، كأنه ضمن التثبيت من الله عز وجل عند السؤال، فهو يمتحن لكنه آمن مطمئن لأنه سوف ينجو من الفتنة. وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والطبراني في الأوسط بأطول منه، وقال: والمرابط إذا مات في رباطه كتب له أجر عمله إلى يوم القيامة، وغدي عليه وريح برزقه، ويزود 70 حوراء، وقيل له قف اشفع إلى أن يفرغ من الحساب. وإسناده مقارب، يعني قابل للتحسين. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه عمل المرابط في سبيل الله حتى يبعث يوم القيامة. هذا من أعظم الأشياء في الثواب، أنه يظل يكتب له أجر عمله وأجر الرباط في سبيل الله، الذي هو خير من صيام السنة كلها، خير من صيام سنة كاملة. قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، رواه مسلم. سبحان الله، يظل هذا الأجر يكتب له أكثر حتى من الذي سن سنة حسنة، لأن الذي سن سنة حسنة يظل يأخذ أجرها وأجر من عمل بها إلى أن تترك، ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك. ومن سن سنة سيئة، وهذا يشمل البدع ويشمل المعاصي التي يقتدى به فيها، السنة الحسنة العمل بالطاعة، وذلك أن الناس تميل إلى الاتباع والتقليد للغير، فإذا ترك الناس سنة من السنن وعمل من الأعمال الصالحة فأحياه بعض أفراد الأمة بأن عمل به فاتبعه الناس على ذلك، كذلك الرجل الذي أتى بسرة يتصدق بها فتتابع الناس على الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا يدلك على معنى السنة الحسنة، وليس أنها بضائعة كما يظن أهل البدع في البدع المحدثات ويسمونها سنة حسنة، فليس هناك بدعة حسنة وإنما البدعة سيئة والعياذ بالله، لأن كل بدعة ضلالة فهي داخلة في ومن سن سنة سيئة، فالمبتدع الذي سن سنة سيئة داخل في الجزء الثاني من الحديث، وكذا تجرؤ الناس على المعاصي، فالناس مثلا كانوا لا يشربون السجائر، فأول من شرب السجائر يأخذ هذا الإثم وإثم كل من تبعه والعياذ بالله. الناس كانوا لا يعرفون المخدرات المأكولة والمشمومة والمحقونة، فلما فوقعوا فيها تتابع الناس على ذلك، فهذا سن في الإسلام سن سنة سيئة والعياذ بالله. وكل من يعلم غيره ويأخذه إلى هذا الطريق كذلك، كذلك نشر الفواحش، يعني أول من نزعت الحجاب سنت سنة سيئة والعياذ بالله، فعليها وزر هذه السنة السيئة حتى تترك، ونعوذ بالله من ذلك. فأما المرابط فعمله كامل وتام إلى يوم القيامة، لم يقيده بحتى تترك، رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أجر الرباط، فقال: من رابط ليلة حارسا من وراء المسلمين كان له أجر من خلفه ممن صام وصلى، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. كان له أجر من خلفه ممن صام وصلى، لأنهم إنما صلوا وصاموا برباطه، والله أعلى وأعلم، بمعنى أن الله حفظ عليهم بلادهم التي يصومون فيها ويصلون مطمئنين بمرابطة المرابطين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. المرابطة كل ما كان على حدود المسلمين وسواحلهم كذلك، إذا كان العدو يوشك أن يهجم عليها، السواحل كذلك في حديث فيه ضعف: من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة. فالسواحل هي حدود للبلاد، لكن إذا كان العدو يعني يريدها أو يهاجمها. الرباط معناه حراسة حدود المسلمين، الحراسة لحدود المسلمين وبلاد المسلمين، وإن كان
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الغطاء إلى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني له أجر الرباط، لكن هذا تشبيه لهذه الأعمال الصالحة بالرباط، وإلا فمعلوم أن الرباط الحقيقي أفضل من الصيام والقيام. عن مجاهد وعن أبي هريرة، عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل ثم قيل لا بأس فانصرف الناس، يعني كان في الرباط، كان على حدود بلاد المسلمين، فسمعوا أن عدوا نزل على ساحل البحر ففزعوا إلى الساحل ثم قيل لا بأس لتبين أنه لا يوجد، فانصرف الناس ووقف أبو هريرة فمر به إنسان فقال ما يوقفك يا أبا هريرة؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهما. وذلك لأن نصرة الإسلام من الخير المتعدي، وقيام ليلة القدر عند الحجر الأسود من الخير القاصر على صاحبه، والله أعلى وأعلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب. ورواه ابن حبان في صحيح وزاد فلينظر كل امرئ لنفسه، هذه من كلام عثمان غير مرفوعة. ورواه الحاكم وقال صحيح نشرة البخاري. ورواه ابن ماجه بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. والظاهر أن التفاوت هذا بين بعض المرابطين وبعض على حسب قلوبهم ونياتهم وأعمالهم، فهناك من يعدل رباطه رباط شهر، رباط من يعدل رباطه قيام شهر وصيامه، وهناك من يعدل ألف ليلة صيامها وقيامها، صيام نهارها طبعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعس عبد الدرهم، قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، زاد في رواية وعبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة مغفرة قدماه، أو مغبرة يعني في البخاري مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. قال القطيفة كساء له خمل يجعل دثارا، الدثار هو الثياب الخارجية لجماله، وخمله هو له وبر زي ما نسميه هنا، له خمل، فهذا يجعل خارجيا ليتجمل به. والخميصة ثوب معلم له أعلام له خطوط من خز أو صوف، من حرير أو صوف. انتكس أي انقلب على رأسه خيبة وخسارة، شيك أي دخلت في جسمه شوكة، وقيل الشوكة هنا السلاح، وقيل النكاية في العدو، إذا شيك يعني وقع العدو فيه أو قال العدو فيه نكاية. الانتقاش نزعها بالمنقاش، هذا مثل معناه إذا أصيب فلن جبر، إذا شيك فلن تخش، يعني إذا أصيب فلا يجبر. طوبى اسم الجنة، وقيل اسم شجرة فيها، وقيل فعل من الطيب وهو الأظهر. حسنى، حسنى له، والله أعلم. سمى النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل لأجل المال عبدا للدينار وعبدا للدرهم، وهذا على حالين، على حال يبيع به دينه والعياذ بالله من أجل المال فيكون عبدا حقيقيا لهذا المال، يوطن نفسه لو أعطوه المال لكفر،
وربما يكفر فعلا لأجل المال، فهذا والعياذ بالله عبودية شرك أكبر للدرهم والدينار، يكون مشركا والعياذ بالله. كل من يدفع لا يكون على ملته وطريقته، وكذا الخميصة والقطيفة، فهو عبد للثياب بمعنى المظاهر الخارجية، ما يبدو في أعين الناس، وإنما تراد الثياب للجمال بين الناس. فالذي يعمل لأجل ما يقوله الناس للوجاهة بينهم، ومثل ذلك الرئاسة، بحيث أنه لو أمروه من أجل ذلك لكفر، لو أمروه بالكفر ليحصل على ما يريد من الخطيفة والخميصة والجاه والمنزلة والغنى والرياسة لكفر، كذا الوظيفة وغيرها، فهذا عبودية شرك أكبر، نعوذ بالله من ذلك. فهؤلاء التعساء في الدنيا والآخرة. وإذا كان الإنسان يعمل من أجل المال لكنه لا يصل به إلى الكفر، ولكنه يترك من أجله الواجبات، كمن يضيع الصلوات أو يظلم أو يترك واجبا أو يفعل حراما لأجل المال أو لأجل المنصب والوجاهة ونحو ذلك، فهذه عبودية نعم، ولكن شرك أصغر، إذا لم ينقض لا إله إلا الله، وإذا لم يبع دينه بالكلية. ولكن كل منهم له نصيب من التعاسة بقدر ما باع دينه وبقدر ما أشرك في هذا الباب. فالشرك الأكبر والعياذ بالله الذي باع دينه بالكلية أتعس الخلق، وأما من كان دون ذلك شرك أصغر، لم يبع لا إله إلا الله، لم يبع أصل الدين، وإنما باع أشياء منه، فإن هذا على قدر ما تنازل عن الدين فإنه تعيس والعياذ بالله. وهذا إما خبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم التعاسة، إخبار أنه تعيس، أو دعاء عليه، يعني اللهم اجعله تعيسا، خبر بمقصوده الدعاء، زي غفر الله له ورحمه الله، فتعيس فلان دعاء عليه، فهذا أيضا دعاء مستجاب، فكلا الأمرين خبر أو دعاء يدل على تعاسة الذي يجري وراء المال وراء الجاه والمنصب. وبين صلى الله عليه وسلم صفته فقال: إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، إنما يرضيه المال ويسخطه المنع. إن أعطي يمكن أن يكون الذي أعطاه الله عز وجل، فإن لم يعطيه الله وحرمه وأفقره يقول ربي أهانا ويسخط على قضاء الله عز وجل، وإن وسع الله عز وجل عليه في الدنيا فيقول ربي أكرما، ويكون ذلك علامة رضا عن الله، فهو ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وخسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله. ويمكن أن يكون المعنى: إن أعطي أعطاه الإمام أو أعطاه القائد أو الأمير. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو الذي يعطي صلى الله عليه وسلم بكونه قائدا للأمة، فهناك من كان يرضى، كما قال عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذا أقرب والله أعلم. والمعنى الثاني أيضا الأول الذي كان معنى صحيح وهو أقبح، في أنه يسخط على قضاء الله أو يرضى عن الله لأجل العطاء الدنيوي. وإن أعطاه الإمام رضي وإن لم يعطيه سخط، فيلمز ويعيب ويقول إمام جور أو إمام ظالم أو أمير ليس بعدل، فهذا والعياذ بالله حال هذا النوع من الناس الذي يكون رضاه وسخطه تبعا للعطاء الدنيوي والمنع الدنيوي. يدعو ويخبر، يدعو أو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاسته وانتكاسته، خسرته خسارته وخيبته، فهو خائب خاسر منتكس بعد أن كان يسير في طريق الحق إذا به ينقلب على رأسه. ويدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مصيبة تحصل له لا تفارقه ولا يجبر منها، فيظل دائما في نكد وكرب
لأن حياة الدنيا لا تخلو من المصائب. ثم ذكر الصنف الآخر، الطرف الآخر تماما، الذي لا يعبأ بالدنيا ولا بالجاه ولا يبحث عن المنزلة في قلوب الناس. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، آخذ بلجام الفرس، يطير كلما سمع صيحة وهيعة، يبادر إلى أماكن الجهاد، يبتغي الموت مضانه، يبتغي القتل، يريد أن يقتل في سبيل الله في مضان الأماكن التي يقتل فيها المجاهدون، وهي أماكن الثغور وأماكن المصادمة مع العدو. هذا حسنى له، له الجنة، وهو يدخل في المرابطين، فيه المرابطون والمجاهدون في سبيل الله، لا يعبأ بشكله طبعا. وقوله في سبيل الله دليل على الإخلاص والراية الإسلامية التي يقاتل تحتها، فهو يريد وجه الله وهو تحت راية إسلامية. ومن كان تحت راية عمية يغضب لعصبة وينصر لعصبة فليس في سبيل الله. ومن خرج تحت راية إسلامية لكن لأجل المال، أو لأجل أن يقال مجاهد، أو لأجل أن يقال جريء، هذا ليس في سبيل الله. ففي سبيل الله تشمل الأمرين، الإخلاص، وأن يكون الجهاد الذي يقاتل تحت رايته راية إسلامية لإعلاء كلمة الله. وأمر الجهاد لا يصلح فيه أن يكون الإنسان بنيته وسط أو تحت راية أخرى. فكثير الناس يظن أن هذا يمكن، يمكن أن يكون الإنسان في الصلاة خلف إمام مراء مثلا، أو أناس يراؤون، فلا يضره ذلك، لا يضره أن يكون هم يراؤون وهو مخلص. أما الجهاد فلا يصلح ذلك، لأن ما يترتب على الجهاد هو ما من بيده الراية، هو ما يقرره من بيده الراية. فلو أن الجهاد كان تحت راية عصبية جاهلية فانتصر الناس، وهذا نيته خير، نيته أن مثلا ينصر الإسلام، لكن في النهاية ماذا يجري؟ الذي يقرر ذلك من بيده الراية، من بيده الإمرة، قد تؤخذ البلاد ثم تتحول إلى ديار مليئة بالمنكرات والفساد، ربما أفسد مما كان العدو، يعني إذا كانت تحت يد العدو. فلهذا لا يكفي أن يكون في سبيل الله نيته فقط، بل لابد أن تكون الراية كذلك في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله. أشعث رأسه مغفرة قدماه، أو مغبرة قدماه، وذلك لأنه يسير في كل مكان يسمع فيه بالجهاد، وهذا يدل على عدم تعظيمه للمنظر والهيئة والشكل، فهو أشعث الرأس مغبرة قدماه في سبيل الله عز وجل، وهو لا يبحث لنفسه عن منزلة، يقول لابد أن تجعلوني في أول الصفوف، لابد أن تعرفوا مكاني وقدري، لابد أن تضعوني في مكان ظاهر، لا، بل حيثما وضع كان، ونفذ الأمر كما ينبغي. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن أمروه أن يحرس سارع وبادر، ما يقولش ده أنا اللي اتحرس، ده أنا أحرس، غيري ليه، ده غيري اللي يحرسني عشان أنا المهم وهم مش مهمين، ونعوذ بالله، لا، ليس كذلك. أمروه أن يحرس غيره من المسلمين فيفعل، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة مؤخرة الجيش، يروح في الآخر، يلتزم، يدفع عن مؤخرة الجيش الأعداء الذين يبتغون سقطات المتعبين أو المرضى أو المجروحين، فهو يمتثل ما أمر به ولا يعبأ بمكانته عند الناس، ولا يبحث ولا يشترط لنفسه مكانة معينة، يعني كمن يشترط أو يحزن إذا لم يوضع في صدر المكان أو يوضع في مكان حساس من الجيش. كثير من الناس في أمر العلم وفي أمر الدعوة وفي أمر الجهاد إذا لم يعطى رئاسة فلا بد أن ينسحب، إن لم يدمر العمل كما يفعل الكثيرون، ونسأل الله العافية، عمك الله، وهذا من أعظم الضرر، وهذا دليل على عدم الإخلاص. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين.
العبد المؤمن حيثما وضع كان، لا يهمه أن يكون في الصدارة والقيادة والإمارة أم أن يكون بعيدا عن ذلك. قال إن استأذن لم يؤذن له، ده دليل على أنه بالفعل لم يلتفت له الناس، لأنه لم يبحث عن أن يلتفت له. إن استأذن لم يؤذن، لم يستأذن على الأمراء والكبراء يسيبوا واقف على الباب وبعدين يقولوا مين ده، يقولوا فلان، ونقول ما نعرفش فلان، لا يقولوا يجي بعدين، انصرف الآن. لو كان ذا شأن عند الناس هيقولوا فلان الفلان مشهور، لا ده الناس كلها تجري تفتح له، تأذن له، تقبل شفاء. وكذلك إن شفع لم يشفع، إن الإنسان إذا كان ذا منزلة في قلوب الناس إذا شفع فإن الناس يقبلون شفاعته. لكن هذا رجل زاهد في المناصب، زاهد في الجاه والشهرة، فالناس لا يعبؤون بإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، وهو عند الله عز وجل في أعلى المنازل. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل يمسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة، طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانة. ورجل في غنيمة في شعفة من هذه الشعفاء أو الشعاف، وبطن منه وبطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم والنسائي. خير معاش الناس رجلان، خير معاش الناس لهم، يعني هذا النوع من الكسب ينفعهم أنفع شيء لهم، رجل يمسك بعنان فرسه في سبيل الله، يعني هو يبحث عن أماكن الغزو، يطير على متنه يعني على ظهر، يسرع، يطير يعني يسرع على ظهر فرسه كلما سمع هيعة، الهيعة كلما أفزع من جانب العدو من صوت أو خبر أو فزعة، كلما سمع ذلك أن في عدو نزل بمكان يبادر بالذهاب على بفرسه إلى هناك، طار على متنه أسرع على ظهر فرسه، ومثل كل وسائل المواصلات المعصرة يبتغي القتل، يريد أن يقتل في سبيل الله، مظانه أو الموت مظانه، أي في مظانه التي يرجى فيها الشهادة، مستبعدة في البلاد الآمنة، في البلاد التي ليس فيها قتال ولا حرب ولا جهاد، لكن يغلب على الظن حصولها لمن شارك في قتال الكفار في الثغور ونحو ذلك. رجل في غنيمة يعني في عدد محدود من الغنمات، في عدد قليل، لأنه لو كان كثيرا يحتاج إلى مجهود طويل وإلى رعاية طويلة تشغل، لكن هذا الرجل عنده قليل من الغنم في شعفة، الشعفة رأس الجبل، من هذه الشعفاء أو الشعاف رؤوس الجبال، على رأس جبل مستقر هناك في مكان فيه يعني ما يشرب وما يطعم غنمه من العشب، فعلى رأس الشعفة أو بطن واد من هذه الأودية، أو أنه لم يكن في رأس جبل ولكن كان في بطن واد في أسفل واد، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، في ويدع الناس من شره، يعني لا يعاشر الناس إلا في المعروف، يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. إذا ما يؤتي الزكاة دليل أنه في عبادات يؤديها، ينزل للجمعة مثلا ثم يرحل مرة ثانية إلى غنماته. وعن أم مالك البهزية رضي الله عنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، قالت: قلت رسول الله من خير الناس فيها؟ قال: رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. الحديث رغم ضعفه إلا أن له شواهد الذي قبله. قل قولي هذا واستغفر الله. كيف يتوب من سن سنة سيئة؟ يترك هذه السنة ويبين السيئة ويبين للناس بطلانها
ويجاهد في منع من دعاه إليها من فعلها، ويدعو إلى الله عز وجل ويسن السنن الصالحة في نفس الأماكن ونفس الأشخاص وغيرهم التي من الذين كانوا يحثهم على فعل السنة السيئة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له بنحو ما أسمع، فإذا قضيت له بشيء فلا يأخذه فإنما أقضي له بقطعة من النار. أظن هذا أقرب نص لهذا الحديث. هل يقضي القاضي أو العالم بين المتخاصمين وأحدهما غير موجود أمامه؟ لا، ليس كذلك، إنما يقول فيكون ألحن بحجته من الآخر، من بعض، يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، إذا كل منهم قام بالأدلى بالحجة، ولا ينبغي أن يقضى على غائب إلا إذا دعي ولم يجب، إذا أصر على عدم المجيء وهذا يطلب حقه فلا بد أن يعطى حقه. الإمام أحمد كان حين يذكر عنده الجهاد في سبيل الله يبكي، فلماذا كان يبكي رحمه الله وهو من أفاضل أهل العلم؟ لأنه لم يخرج في الجهاد، فكان يبكي على أنه مفرط في هذا الباب، مع أنه على ثغر عظيم من ثغور الدفاع عن الإسلام بتعليم الناس الدين، ومع ذلك كان يقول: لا أعلم شيئا ورد فيه من الفضائل أفضل من السبيل عن الجهاد. فكان يبكي على نفسه لفوات هذا الخير، فهل نبكي على أنفسنا؟ من ظن في أخيه المسلم ظن السوء فكيف يتوب من هذا الظن؟ لا يحققه ولا يعامله بمقتضى هذا الظن، ولا يجعله كأنه قد حصل، ويحسن الظن به وينشر فضائله. هل يمكن حمل قوله صلى الله عليه وسلم: أجري عليه أجر عمله الصالح، الذي كان يعمل، على قوله: يجري عليه أجر ورابط؟ ده في رواية من صوم وصلاة، الرواية دي إنها تشمل كل العمل الصالح، عموم الحديث أجر عمله الصالح الذي كان يعمل تشمل أجر ورابط، والله أعلم، تشمل هذا وزيادة، لكن هي على أي الأحوال اللفظ العام يشمل المرابطة وغيرها. صفة الرضا من الله عز وجل صفة فعل، كلام شيخ الإسلام تيمية في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين، في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يقول: والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. الذي لا شك فيه أن هذا كان ليس على إطلاقه، الرضا الذي لا سقط بعده هو الذي يكون في الجنة، ولكن من أخبر الله عنه برضاه في كتابه المتلو إلى يوم القيامة فهذا لا يكون إلا ممن علم الله أنه يوافي عليه، لأن الله أنزل كتابه هذا ليتلى إلى يوم القيامة، فهذا بمنزلة الرضا الذي لا سقط بعده. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وأي شيء أفضل مما نحن فيه مما أعطيتنا؟ فيقول: ولا أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هناك رضا أتم. والصحيح عند أهل السنة أن الرضا من صفة الأفعال قديمة النوع حادثة الأفراد، وأن الله رضي عن المؤمنين حين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، رضي عنهم هذا الرضا التام الذي أنزله في كتابه الذي لا ينتخ ويتلى إلى يوم القيامة، فدل ذلك على أنهم يوافوا على الإيمان، لأن الله ما كان ليخبر عن رضاه عنهم في كتابه المنزل المتلو إلى يوم القيامة إلا وهو يعلم أنهم يوافونه على الإيمان، وليس أن كل من رضي الله عنه لم يسقط عليه بعد ذلك أبدا، بل هو شيخ الإسلام الذي بيّن أن الله يرضى عن المؤمن حين يؤمن، ولم يكن يرضى عنه حال كفره الذي كان فيه قبل ذلك، لكن علم الله أنه سيؤمن وأنه سيرضى عنه حين يؤمن، فالرضا متعلق بالتزام الشرع، والله أعلم. مشاهدة الرسوم المتحركة الكرتون حرام، هذا الأمر للأطفال ومن يحتاجون إلى اللعب بمنزلة لعب العرائس، اللعب بالعرائس، أما الكبار فلا يجوز أن يشاهدوا ذلك، أما الموسيقى فلا بد من إغلاقها، كرتون بدون موسيقى مش. مشاهدة التمثيل، الأفلام والتمثيليات، لا، التمثيل كذب لا يجوز
ومشاهدة التمثيلات والأفلام لا تجوز محرمة. سماعون للكذب أكلون للسحت. فسماعوا الكذب متشبهون باليهود. فسماع الأفلام والمسرحيات والتمثيليات كل ذلك من الكذب المذموم، من سماع الكذب، فضلا عن العورات المكشوفة والموسيقى المصاحبة. نعم أطفال، لا كل التمثيل، لا الشجر الذي يقول الذي لن يقول لي يا مسلم هذا يهودي ورأي تعالى فاقتل، الذي لا يقول هو شجر الغرقد فقط أم أي شجر تزرع على يد كافر؟ لا شجر الغرقد فقط. هل يجوز أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ما صلى عليه المصلين؟ المصلون هي طبعا يجوز ذلك، لكن هل تجعل وردا؟ الأوراد إنما تكون بالأدلة الشرعية. لو قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فهو المشروع وهو الأفضل. تخليل اللحية مرة أو ثلاث، الظاهر أنها مرة واحدة. هل من أسماء الله الدائم؟ من أسماء الله عز وجل الآخر الذي ليس بعده شيء، لكن ذكر بعض السلف الدائم، لكن لا أعلم عليها دليلا. رجل عمره 55 عاما لم يزكي طول عمره، لم يكن يعرف أن الزكاة في المال. جاوبنا قبل كده السؤال، قلنا أنه يخرج الزكاة في السنين الماضية. أقول قولي هذا، استغفر الله.